تكريم ميريل ستريب في وجود يسرى ونادين لبكي ورايا أبي راشد، وحضور خاص للكلب ميسي بطل فيلم أناتومي أوف أفول في افتتاح الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، في حضور معتاد ومميز لكاميرا سيدتي. سبعة وسبعين دورة من مهرجان كان، مهرجان السينما الأهم والأبرز في العالم، شهد خلال دوراته 77 أحداث كتير مميزة، وكمان كان فيه تواجد عربي مميز عبر السنين. لكن السنة دي فيه حدث مهم، وهو وجود فيلم سعودي للمرة الأولى، وهو فيلم نورة للمخرج توفيق الزايدي اللي بيشارك في مسابقة نظرة ما. ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي السنة دي شهدت وجود عدد كبير جدا من النجوم، كمان كان في حضور عربي مميز للنجمة يسرى والإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد، ده إلى جانب المخرجة اللبنانية نادين لبكي عضوة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، والمخرجة المغربية أسماء المدير عضوة لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما. كمان الأستاذة جمانة الراشد الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تواجدت في الريد كاربت إلى جانب الأستاذ محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر. تكريم النجمة ميريل ستريب بسعفة ذهبية فخرية كان من أبرز أحداث افتتاح مهرجان كان. ميريل ستريب بترجع لمهرجان كان بعد 35 سنة، وتحديداً منذ ظهورها في فيلم إيفل إنجل سنة 1989، وعند وصولها للسجادة الحمراء للمهرجان شهدت تصفيق كبير جداً من الحضور، تكريماً ليها عن مسيرة فنية كبيرة امتدت حوالي 50 سنة، شهدت حصولها على 3 جوائز أوسكار وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان سنة 89. 12 يوم من السينما والفن والإبداع، 12 يوم من الإطلالات الأنيقة والمميزة هتتابعوها يوم بيوم ولحظة بلحظة على سيدتي في مهرجان كان السينمائي الدولي 77.